اسمك؟ سجا. رجاء. اسمها سجا شعار، عندها 4 عمليات بعيونها، عندها إصابة حرب. نحن من حمص نحي الوعر، جينا لهون لعلاجها. هاي البنت عندها زرع عدسات. أنا كنت أعمل بالمجال الطبي بحي الوعر، مكتب إغاثة، هيئة شرعية. طلعنا طلعونا بالرعايات الإجبارية، وأنا وقتها صرت بلشت إني عالجها. أبوها مفقود من 2 ونص، كان يروح يجيب خبز من الفرن الآلي وبعدها انفقد، وما لي أي معين هون، حتى يعني ما لي حدا قرايبين في هون عنا عالم من حمص قعدت عنهم، لأني ما معي زلمة يعني ما عم يديروا بالهم علي، وما عندي أي مردود شهري أو حد يصرف علي. وابني صغير عمره 17 سنة جبته معي، كان الشغل معمل السفنج، انضربت أصبعت وهلأ لا شغل ولا شيء، وما لي معين إلا الله. يا فاميلي إيش إيك كمرة من رحتي هي؟ انفقد بحي الوعر. انكو یہاں پہ جگہ دی گئی ہے ایک اور فیملی کی طرف سے، ما بنعرف عنه شيء. من 2 ونص ما بنعرف عنه شيء ابدا. وين شفتي اخر مره؟ بالبيت. بالبيت كان معنا بحي الوعر المحاصر، بعدين طلع ولا؟ لا لا ما عاد نعرف عنه شيء ابدا. يعني هو طلع من البيت وما رجع ولا طلع من البيت وما رجع، ما بنعرف عنه شيء ابدا. يعني نحن هنيك يقولوا لنا في خبز، لانه كنا نتشهى على الخبز، على الرز، على الاكل، على الشرب. يعني وقت اللي يقول انه في خبز يعني تروح العالم، في عالم يقبسوها من هنيكي، في عالم يعتقلوها. كان في مشفى الوطني كانت تصيد العالم مثل عصافير هنيك عندهم، حتى البرج كمان، برج زهر الدنيا كمان كان هيك يصيد العالم. يعني كانت امورنا كثير كثير صعبه. اس معصوم بچی کی آنکھوں میں بارود کے ذرات گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں. اس کو دیکھنے میں بہت مشکل ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے علاج کے سلسلے میں ہم بھرپور تعاون کی کوشش کریں گے. شكرا لأهل باكستان ولجمعية خبي، شكرا بتشكركم كثير والله يجزيكم الخير. وبتمنى انه ما تنسوني بالمساعدات، لانه انا مالي حدي يعني، ومالي هالبنت وهالولد، والله يجزيكم الخير.